كده الصوت واضح. انا اسمعك، الصوت عندي جيد. وانا الان جيد. حياك الله سيد مازن، صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونك؟ بشرونا عنكم. امين يا الحمد لله بخير. الاخوه جميعهم يحيونك في البث المباشر ويقولونك ينتظروا الجزء الثامن من فضائح دلدول كريمة اي تعلى، ولعلنا نعمل لعلنا نعمل نعدهم انا وانت نعمل الجزء الثامن قريبا هنا. والله سيد مازن معه فضائح لدلدول كريمة اي تعلى ابن حسن راتون، اللي هو الولد ذو الفقار المغربي لدلدول كريمة اللي اسمه محمد الحسن راتون. الصوت عنده افا. تسمعني يا سيد مازن؟ سلام على النت فصل. يا الله. المهم سيد مازن عنده فضائح كثيره له، ف ان شاء الله بيقولوا الان اتظبط. ما نشوف. لا لسه. طيب يا محمد ان شاء الله نعمل متى الجزء الثاني؟ ان شاء الله عسى قريبا باذن الله. ان شاء الله راح يكون الجزء الثامن وفيه معلومات اخرى غير ما نشير. اي والله جديده والله. كما يعلم الاخوه انا والشيخ رامي نشوي المقنع على نار هادئه. ما نطرح كل ما عند دفعه واحده، لا، على نار هادئه. فابشروا بالقادم ان شاء الله. المقنع دلدول كريمه المهندسه زوجته السبابه اللي عنا لصحابه النبي يعني يوافق ان هي تخرج متبرجه في شوارع فرنسا. اي والله يشهد الله ان الصوره اللي نشرها السيد مازن كانت صوره زوجه ذو الفقار المغربي صاحبه البنطال الضيق والبادي الضيق اللي مجسد لصدرها ولعورتها مش عايز اتكلم صراحه، لكن هو عنده طوام اخرى. والله يا محمد الحسن راتون في اشياء لم ينشرها السيد مازن. والله تسجيلات وفيها صوت زوجتك السبابة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله في تسجيلات وفيها صوت زوجتك ولم ينشرها الآن. بل وفي صور أخرى، لكن زي ما بيقولك على نار هادية، يعني كل شهرين ثلاثة يطلع لك بفيديو حتى وإن بلغ. طب لو ما هو لماذا لم يرد على أي فيديو من هذه الفيديوهات، ولماذا يبلغ يا سيد مازن؟ طبعا هو عدم رده دليل على أن هذه المعلومات التي تنشر صحيحة، وإلا لكان استغل الفرصة من أول يوم. صدقت. والأمر الثاني بلاغاته دليل على أن المعلومات صحيحة. والأمر الثالث حذف هذه الحلقات دليل آخر على أن المعلومات صحيحة. لو كانت معلومات وهمية غير موجودة حتى لو بلغ ما راح تحذف، هذا يدل على أنها معلومات شخصية ترجع إليه. لكن أبشره لو حذفت الحلقات كلها سنعود وننشر من جديد، وسننشر بإذن الله صورك أخرى موجودة عندنا لم تصر لحد الآن، تسجيلات صوتية لم تنشر لحد الآن، بل وسننشر بإذن الله تعالى حتى عائلته وهم يتبرؤون منه ويسبونه ويلعنونه. أي والله بإذن الله هو قادم، فأبشروا أيها الأحبة. والله تواصل معي يا سيد مازن كثير من عائلته يلعنونه ويتبرؤون منه فعلا. صحيح صحيح. لكن إن شاء الله يعني نعد الإخوة أن أنت عندك أسرار أخرى قد تكشفها قريبا بإذن الله. بإذن الله كل هذا قادم إن شاء الله، راح تعرفون أكثر عن هذه الشخصية. طيب بماذا تنصحنا يا سيد مازن؟ بالتشيع؟ إيه؟ إيه والله، اركبوا سفينة النجاة. سفينة من؟ السفينة التي ليس لها ربان. أيوة الله. ربان هارب. شفت الممثل اللي كان معنا في فيلم الكابوس يقول لك سفينة من غير قائد تبقى سفينة غرقانة. صحيح الفيلم. صحيح. أيها الأكارم أنا سأضع لكم الآن بإذن الله تبارك وتعالى رابط قناة فضائح ذو الفقار المغربي للسيد مازن جزاه الله خير يقوم عليها. هضع لكم التعليقات الرابط هو رابط قناة التليجرام فيها الفيديوهات كلها اللي حذفها دلدول كريمة أي تعلى اللي هو ذو الفرار النصيبي. هذا رابط وهتلقوا الحلقات اللي تم حذفها وحلقات السيد مازن. جزاك الله خير يا ابو محمد وسعدنا بالاستماع الى صوتك. الله يحفظك شيخ رامي والله. وهننتظر بالتواصل معك. والله ونحن اسعد. وان شاء الله انا اقول الاخوه دائما يسالون هذا السؤال، ان شاء الله الجديد عن هذا الدلدول قريبا باذن الله تعالى، وسترون وتسمعون ما يسر قلوبكم ان شاء الله تعالى. باذن الله لعل تكون حلقه مباشره ان شاء الله يراها الالاف كده باذن الله. باذن الله تعالى. ان شاء الله. جزاك الله خير يا ابو محمد.
ربنا الله يبارك. يحفظك يبارك فيك. تسلم تسلم يا محمد، الله. جزاك الله خير، وإياكم في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة. أيها الأكارم، حيا الله أخونا المنشد الحبيب أستاذ أمجد، حياك الله. أيها الأكارم، لا خلاص بقى، بعدين بعد البث. أيها الأكارم، إن شاء الله بإذن الله لنتواصل، وهتكون حلقة مخصصة عن دلدول كريمة، أتمنى من ضيوفنا الشيعة أن يبلغوا، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون عندنا لقاء آخر ما شاء الله. كل يوم أقول لكم أنا عندي تسجيل، وما أقول لكم عندي تسجيل ما بسجلش، لكن النهارده هنسجل، فمضطر أن أنا أوقف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ولنا لقاء غدا. اتصلنا عليا رياض، اكتب على القناة عندي رامي عيسى شهيد العتابي، وهتعرف